Hi, how are you doing? I'm good, how are you? Fine, thank you. صديقنا أحمد من أوروبا قناته مخصصة بأوبر توصيل الركاب. شوفكم شوارع أوروبا قناته جدا حلوة، فإذا تحبون هذا المحتوى مال أوبر فأحمد صديقنا هو قناته مخصصة بهاي الفيديوهات. رابط قناته بصندوق الوصف، دخلوا على قناته راح تعجبكم كلش، لأنه شوفكم شوارع أوروبا والمدن اللي بيها ثلج، هواي هواي أشياء كلش حلوة بقناته. قلوا لي إحنا من طرف جعفر، وهسه خلونا نشغل البرنامج ونبدي نوصل طلبات. وبعد ما اتغديت بهذا المطعم الوراي، انا دائما انزل ستوريات على الانستغرام، اللي ما متابعني خلي يتابعني هذا حساب الانستغرام. هسه خلي نشغل البرنامج وننطيق اونلاين، خلينا نشوف اذا راح يجيني طلب. حاليا الساعه ب 12:30 دقيقه، 12:30 جاني اول طلب. دائما يجيني سؤال يقولوا لي جعفر شنو افضل، الاوبر لو اللفت؟ اجابتي دائما تكون اني انه انت لازم يكون عندك البرنامجين، لازم يكون عندك اوبر ولازم يكون عندك ليفت. ليش؟ لانه اوقات يعني مثلا مرات انت رحت بمكان بعيد وهذا المكان يعني ما بي طلبات ليفت، فتشغل البرنامجين الاوبر والليفت وشوف ياهو اللي راح تجيك من عنده رحله. هسه انا وصلت للمكان، بالبرنامج كل شيء باين عندي بالخريطه. ان شاء الله بالمستقبل راح انزل لكم شرح كامل عن البرنامج شلون يشتغل. طبعا اعتقد هي بهذا المجمع، اسمها صوفية البت. خلي نشوف اذا هم هذولا او لا اللي قدامي، خلي نطي ارايف يعني انه انا وصلت. خلي نوقف هنا على مود ما سدوا الطريق، اهم شيء انه انتم ما سدون الطريق، يعني توقفون بمكان مخصص للوقوف. دول قاعدين يسولفون. يلا يا عيني، يلا يا صوفية. A few moments later. For Sophia? Yeah, that's me. Hi. Hi. I got two more. That's okay. Okay. Or do you go in the back? Ow. Wow, this is nice. Thank you. Is this 2021? 22. Wow. Yeah, there's a new one. Close by itself or? I close it from here. Okay. Yeah, it's a Sienna 2022. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Have a nice day. You too. May I ask how much you paid for this? $60,000. $60,000? Yeah. Wow. Alright, well, just be careful, this car coming. You're welcome. How are we going? Yeah, you as well. يقول هذا اللون مالتي المفضل. قبل شوية هاي البنية اللي قالت لي شنو سيارتك هاي، يعني السيارة هاي كلش حلوة، شنو نوعيتها؟ قلت لها هاي 2022 تويوتا سيانا. هواي نزلت مقاطع فيديو عن هاي السيارة، المركبة الفضائية حقيقة، مو سيارة، لأنه سيارة كلش حلوة واقتصادية وسيارة عائلية، يعني اللي راح يشتريها بعد ما يحتاج يشتري ويفكر بأي سيارة ثانية. جاني طلب يبعد عني 3 دقائق. الفلوس اللي طلعتهن يوم بيومه تقدر تسحبهن وتخليهن بحسابك البنكي. يعني على سبيل المثال انا اليوم اشتغلت ب 50-60 دولار، نفس الوقت اقدر احولهن بحساب التشيكن اكاونت. هواي يسألون يقول جعفر شلون ينطوك فلوس وينزلون ويصعدون وما تسأل على ايش قد الكروه ايش قد هاي. طبعا هنا أنا كليته اونلاين، يعني هو عن طريق البرنامج، البرنامج هو يحدد التسعيره، انا اللي علي بس اتبع الجي بي اس واروح على المكان اخذهم واوصلهم خلاص، يعني 100% الفلوس راح تجيني، ماكو انه ما ينطيك او الكارد مالته ما بيه فلوس، لا لا، يعني شغله مضمونه 100%. هذا الشخص وصلنا له هنا، أنا راح يصير على اليمين. هذا يمكن معمل او ما اعرف شنو هنا، دائرة او معمل، اعتقد معامل هاي هنا، بس خلينا نشوفه وين هو. 475 العنوان اللي هو هذا اللي قدامي. يلا مونقص وينك؟ A few moments later. Hello. Hi. Hi, how are you doing? I'm good, how are you? Fine, thank you. Thank you.
Thank you. You're welcome. Have a good day. You too. هاي محطة مع القطار هي البنية رايحت لها هنا. هسه هاي البنية وصلناها. اللي يعجبني أني تطبيق ليفت أكثر من أوبر. ليش؟ وأني أمشي يضيفوا لي طلب. هسه وأني أمشي قالوا ترى ضفنا لك طلب، أكو شخص راح تاخذه ورا هاي البنية. يبعد عني 4 دقائق، خلي روح ناخذه. أعتقد إنه أنا مسدود، هذا لازم نسوي يوتيرن، لازم إيه نرجع. شوف خطية البنية إذا بيت هنا، لو قالت لي شوية اللي قدام كان وصلتها، بس أغلبيتهم يقول لك عادي أنا أتمشى، يعني لطالما أنه أنا وصلت للمكان اللي أريده. أجي القطار، أجي هذا القطار يروح لوسط المدينة للداون تاون. فإذا واحد يأخذ أوبر للداون تاون راح تكلفه بال40 دولار، فيقول لك أنا هنا 3 دولارات يوصل للداون تاون. اللي أطلبه منكم أبسط شيء تقدمونه إلي، انطوا لايك وشاركوا الفيديو ويا أصدقائكم. واللي ما مشترك، ترى هوايكم ما مشتركين، يعني انه اللي يشوفون الفيديوهات ما مشترك، اشتركوا بالقناة على مود تجيكم الاشعارات وفعلوا الجرس. هذا كل اللي اطلبه من عندكم، وهذا اللي حكيته كله مجاني، يعني ما راح تدفع اشتراك شهري. انا جاي اشوفكم المدن وجاي اشرح لكم وجاي اتعب في سبيل احنا كليتنا نستفاد. وان شاء الله كليتنا نستفاد. يعني اطلع عيني، روح اخفر، ليش واقفين؟ ما اعرف صاف من الحجي. زين هسه هذا الولد دقيقة واحدة يبعد عني. نوقف هنا على مود هذا بالسيارة اللي وراي يطلع. هاي بنجامين. Yeah, good afternoon. Good afternoon, how are you doing? Good. Thank you for coming to get me. Yeah, very welcome. Oh, I'm back home. Let's go home. How's your day? Not too bad. Just started. I'm glad you came and got me. I do the standard so I could end up saving a little bit and giving you a better tip. You're the third driver. Everybody kept quitting on me. Cancel? Yeah. I never cancel a ride. Well, I don't good. Like to you cancel because because I know people waiting, so why are you canceling? Sometimes I cancel if it's far away from my location. You're welcome. هذا بنجامين وصلناه. وعندي هسه طلب ثاني او ثالث. هذا ثالث طلب هسه راح اروح له، يبعد عني 4 دقائق بس اريد اسوي الكاميرا اضبطها. ايابي لك هاي شنو هاي حامي هاي؟ الجو برو ما ايش بيه حامي خطيه. هاي دائما يصير عندي مشاكل بالكاميرا الجو برو، يعني من اخليها داخل هذا الكيس الميديا مود تحمي وتصير بيها مشاكل هواي. اوف وش تعلى نار هاي. اوف عود هاي الجو برو هيرو 11. شوف واو حامية مجمرة. لازم تتأكد من كل شيء، الكاميرا شغالة، لانه اقل خطأ راح عليك الفيديو وراحت عليك الدنيا كلها. فلازم شنو تتأكد. منين تتأكد؟ من الكاميرا، من المايك، من الدنيا كلها. هذا المكان اللي رايح له هسه انا، هذا مركز مال الشرطه. هذا تشوفونه هسه هاي البنايه على اليمين، هذا مركز مال الشرطه. بس بصفه اكو فندق اللي هو هذا اللي قدامي. احنا رايحين هسه على الفندق ناخذه، اسمه كريس الولد. ضروري تقرون الاسم، ومن يصعد همينا لازم تقولوا له كريس. هسه يقول لكم اي، يعني لانه مرات تصير وياي انه هذا مو نفس الشخص. يجي واحد يصعد، يعني اكو هواي مثلا مشردين او شيء. هذا كريس. Hello for Chris. How's it going? Oh, good, thank you. Thanks for picking me up. Yeah, very welcome. In a quarter mile, slight right onto West Douglas Avenue. Thank you. You're welcome. وهذا كريس هسه وصلناه، هو جاي على هذا اعتقد المطعم هذا هنا. اهم شغله بالنسبه لاوبر وليفت كسائق انه انت تعتني بسيارتك. يعني متابعيني على الانستغرام يشوفون انه كل شوي انا رايح غاسل السياره، لانه
احب السياره تكون نظيفه، يعني من الشخص يصعد بسياره نظيفه براسا هو راح ينطيك تب اكراميه. يعني انا اوقات يجيني باليوم اكراميه 70 80 دولار توصل. ليش؟ السياره نظيفه، ريحتها طيبه، بالاضافه الى انت همين لازم تعتني بشكلك، بملابسك، بمظهرك. مو اشوف بعض الركاب لحيته هالعلوها سيارته اكل وشرب بيها وبطاله مال مي، هذا شيء غلط. حاول انه قدر المستطاع تعتني بسيارتك، لانه انت شنو الخدمه اللي تقدمها؟ انت ما عندك مطعم على مود تقدم خدمه زبائن او يجيك شخص يقول لك شو تريد انت. لا، انت كل اللي تقدمه سياره، فاهم؟ شيء هي سيارتك تكون نظيفه، حتى لو موديل قديم، هي مشخطه او مثلا شكلها مو كلش حلو جديده، بس على الاقل تعتني بنظافتها. هاي هاو يو دوين؟ On the left? Yeah. You're welcome. Have a nice day. You have a good day. You're welcome. احكي لكم بشغلة الضرائب. يعني هواية تجيني اسئلة عن الضرائب. جعفر، الضرائب يعني تدفع لو بدون ضرائب هذا الشغل؟ اكيد اكو ضرائب، بس نهاية السنة، نهاية السنة تروح ال هاي حلوة، هاي رحلة كلش حلوة، لانه تجي من عندها 28 دولار قبلتها. نهاية السنة لازم تتحاسب على الضريبة. شوفوا هذا المنظر اللي قدامي يا ناس، هاي المنطقة جبلية كلها جبال، شنو هالجمال هذا؟ كاليفورنيا الولاية الذهبية. عموما نرجع لموضوع الضرائب. يعني الضرائب اكو موجودة، بس نهاية السنة تتحاسب عليها، تقدم اوراقك. انت مشتغل بيها ب 80 ب 90 الف دولار، وهو محاسب يقسم لك اياها، يقول لك عليك لو الك. يعني انا ما اعرف بالنسبة لي ايش قد، كل شخص يختلف ايش قد انت مسوي، ايش قد مطلع، فهاي تعتمد يعني. بس يابا شوفوا هاي المنطقة ايش قد حلوة. الله، علوا الدقة، خلوه على 1080 60 اطار بالثانية. يعني الكاميرا هسه يعني اتمنى تشوفونه بعينكم هذا المكان اللي قدامي. هاي شنو هاي البيوت اللي على اليمين؟ سبحان الله على هاي الطبيعة الجميلة. والله بهاي النال على اليمين باوع باوع. هاي شنو هاي على اليمين من هنا؟ مغارة علي بابا. شنو هالجمال هذا؟ 10 سنوات انا بكاليفورنيا وتجيني اوقات اقول الله شنو هالجمال هذا؟ امونج اس. خلنا افتر لكم دقيقة، اوقفوا. اعتقد رايحين للمطار لانه رحلة بعيدة. ننزل نساعدهم، يعني احتمال يحتاجون مساعدة. Hi, how are you doing? Hi there. How's it going? Good, thank you. Whoa, you got a cool car. Electric yeah. car. Thank you. You're welcome. It looks brand new. Yeah, I just got a couple months ago. Cool. Yeah. How new is this car? It's a 2022. Well, no, I know, but I mean, have you had it 2 months, 3 months, 6 months? 3 months, yes. Yeah, no, it's beautiful. Thank you. Oh, yeah, it's a beautiful. Yeah, I'm sure it was expensive. I got for 60,000. 60,000? Yes. Wow. Yeah. Yeah, that's real expensive for me. Yeah, but it's worth it. Yeah, I like it because it's a hybrid. It is a so hybrid. So you save a lot of money for gas. In the long run, yes. And you're noticing. Do you have a big family? Yeah, five. Okay. Yeah, five. Big enough. Yeah. You know, every family needs minivans, sometimes have stuff, so it's easy for... Right, yeah. No, exactly. No, tomorrow is the final. Tomorrow's the big game. And that's who? Argentina and France.
7 a.m. Gerald will be watching. Yeah. Somewhere. Somewhere. What do you think? Who's going to win? I think Argentina. Gerald, who do you think? Did you pronounce your name Jafar? Jafar, yes. Jafar? Yes. Who do you think's going to win? Argentina. Me too. Yeah, I think Argentina. They got some of the players are sick. Yeah. Yes. They got a virus, I think, yeah. They got a virus. Mm-hmm. Did you come alone, or did you have family that was here, or did you have family that came with you? Yeah, we have a family, big family, 13 people. Oh, you came all at once? Yeah, my kids and my mom, my dad, my sisters, I mean, cousin, uncle. So 13 people at the same plane. Oh, that was nice to be able to come together. Yeah. Sharing what he knew, like from the movie or the series, whereas, and now he's probably, hopefully in less than 2 years, he will be weighing, he said, you know, we'll be coming out there, I'll go home for something. I made an appointment for my nails on the 27th. Oh, with tea? No, sorry. I made an appointment on the 26th. Oh. But I... Well, you know here it's going to be extremely expensive. They think if people are going to get on that ship, they've got a lot of money. Is that the one? That's the one we're going on. What ship are you guys going to? Drop off. What ship? This Holland? One. Okay, go down and take a left. Okay. Thank you. Yeah, I see passenger drop off. North Korea. Which one is the one with Kim Jong-un? Yeah. This is passenger drop off. Yeah, right here. Excellente. All the way to the front, please. All the way. All the way. All the way to the front. I mean, I think we've gone about as front as we can go. We got you guys right here. Hold on, right here. Right here. Thank you. Yeah, you're welcome. Enjoy good your luck day. To you. Yeah, thank you. And beautiful, beautiful vehicle. طبعا راح يروحون بهاي السفينه وحده منهم هاي على اليمين اعتقد قالوا لذلك انه سالوا على الجواز مالتهم قالت الجواز مالتك موجود لنا وهاي تروح على غير جزيره اي يا فيري ويلكم اي جار اوكي يا ويلكم ثانك يو بوب مسدوده كل هيك وشي تمام سلايد تو دراب اوف النجلة. والله مكان حلو هذا. يعني شنو هاي؟ خليني اشوفكم فد شغلة هسه اشوفكم اياها بس من افتر. تايتانيك هاي شنو؟ هاي اكبر من تايتانيك يمكن. شوف هاي الزورق هذا مال الحماية مال النجادات يعني اذا صار مثلا غرق او شيء شوف هاي اللي قدامكم. الله مدينة كاملة Among Us شنو هاي اسعفكم من هاي انتهينا شوفوا المنظر اللي قدامي هسه هذا وسط المدينة مدينة سان دييغو طبعا انا هسه طفيت البرنامج يعني بعد ما اقبل طلبات لانه هسه لازم ارتاح شوية صار لي تقريبا ساعة ونص ساعتين اي ساعة ونص ساعتين تقريبا اني من بلشت خلينا نشوف المكان اوقف فيه هنا بهاي المدينة الجميلة بشكل. عمي هاي شكو هنا شو مسوين؟ وسط المدينة مهرجانات سياحة عمي فلوس هذا يريد يطلع. تعرفون مالي ليش ما توصيل الاكل هسه؟ والله حلوة هاي المدينة. سوين نوقف حاليا جاي استخدم المايك مال الكاميرا يعني مو المايك الخارجي اللي هو هذا لانه اللي يستقبل ما بيشحن فخليته على الشحن لان هسه وقت الاستراحه مالتي
ان شاء الله بالمستقبل باقرب وقت ممكن راح انزل لكم فيديو تفصيلي عن السيت اب مالتي، يعني على هاي الكاميرا، على الكاميرا اللي اسجل من برا، شلون تربطون، شنو الاشياء اللي تحتاج، شنو نوعيه المايك. بس اكيد بدعمكم راح استمر وياكم. ف اللي ما عطي لايك لحد هسه خليه ينطي لايك للفيديو، وصلنا يا الفيديو الى مو هوايه 20,000 لايك، صار مرتين ثلاث مرات اطلب منكم توصلونا الى 20 وما يوصل الى 20، 10 11، فهذا الفيديو لازم نوصله الى 20,000. بعد الاستراحه تقريبا اخذت لي 20 دقيقه، ضروري واحد اذا يشتغل ساعتين ياخذ لبين ال 15 الى 20 دقيقه. لا تجرها جره وحده لانه راح تتعب، وحتى نظرك راح يتعب، يعني يصير عندك مشاكل بالمستقبل. فهسه خلينا نرجع اونلاين على مود نستقبل اول اتصال. Yeah. You're welcome. Oh boy. Hi, how you doing? Somebody's mad. We are inside. Oh, not my hat though. There you go. How do I close this bad boy? I close it from here. Oh, thank you. Yeah. You're welcome. Good, thank you. Jafar? Yes, Jafar. Mm-hmm. Woo! Yippee! Living spaces. Wait, I don't get it, Sarah. You always say that. Is it a TikTok no. reference? No. No. So me and Fair have like an inside joke where. Oh, okay. That's. We were really I'm drunk. Like, is this a famous TikTok? No, we were really lit one night, and okay. I look in the corner. Hey, and Fair, so do like, I have room to come back? She, like, oh, yeah, like, tell me when. And we're so fucked up. I was like, did you just say what I think you said? Guess we're dropping shit off. There it is, yeah. We were dropping shit off. No. Oh, yeah. Huh? 7:30. We'll be trying to be that time. I'll text you. Okay. Amen. Okay. Yeah. Nice to talk to you. Thank you. You're welcome. Have a nice day. You too. حاليا أنا على البحر. تشوفون هذا البحر قدامي. هاي النزلة مع البحر من هنا، خلي نسوي يوتيرن لأن شرطي واقف هنا، ممنوع نوقف هنا. هذا مكان كلش حلو، هاي مدينة اسمها ميشن بيتش، أجمل مدينة. Yes, for Tim. Yes. Hello. Hi, how are you doing? Good, how are you? Turn right. Good, thank you. Thank you. You're welcome. احد المتابعين قال لي جعفر ليش ما تشتري لك اكو لاصقات يعني لزقن على الباب وتكتب انه هذا الباب اوتوماتيكي. فكره اريد اشتريه من اي باي. انا هسه طفيت البرنامج، هاي كانت اخر رحله لانه صارت دنيا ليل مثل ما تشوفون. حاليا الساعه بالستة وربع وانا همين عندي شغل ثاني بالبيت لازم اسويه. المبلغ اللي طلعته خلال 4 ساعات و31 دقيقه هو 117 دولار و25 سنت، يعني تقريبا اذا نجي نحسبها 25 دولار بالساعة، وهذا يعتبر يعني جدا ممتاز. 25 دولار بالساعة
بالنسبة للبنزين أنا ما صرفت بنزين يمكن ب10 دولارات لأنه سيارتي هي هجينية هايبرد للسينا شايفينها ما تصرف بنزين نهائيا وأنا على الخط السريع تشتغل على البطارية. هسا أنا دا أحكي وياكم السيارة واقفة بس مشتغلة على البطارية دا جاي تشتغل. بدي أشرح له مسوي احتمال هذا المبلغ يزيد بالمستقبل ما أعرف إذا بعد أحد ينطيني تب من دنيا رحلات. إذا تحبون محتوى أوبر توصيل الركاب أحمد قناته بصندوق الوصف، دخلوا على قناته لأنه الفيديوهات مالاته بس أوبر توصيل الركاب، فيديوهات كلش حلوة وأنا همينة متابعة. وللأسف وصلنا إلى نهاية الفيديو. أكيد لا تنسون تدعمونا بلايك وهذا أبسط دعم تدعمونا، وصلونا إلى 20,000 لايك. أشوفكم فيديو ثاني، مع السلامة.